إذا فنحن الآن إن شاء الله سندخل إلى بيت هذا البطل المخضرم، ندخل يعني من مكان تواجد الحمام. هناك ما نرى الشاحنة أمام الباب، دخل البيت، هناك العديد من المنتجات، يعني كما لو أن الواحد دخل إلى شركة، اللهم بارك. هنا يتواجد الحمام. بعض الأشياء التي استعملوها عملية الرقاء. هنا نجد الأخ الرقاء، الصديق الرقاء، داخل مسكن الحمام مع المساعد. فإن شاء الله سنحاول أن نتعرف على هذا البطل الكبير وعلى حمامه وعلى كيفية التعامل مع الحمام. فترقبونا بعد قليل إن شاء الله.